الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة متتبعي قناة سيدي عقبة تي في عن طريق اليوتيوب، المفتش المتقاعد وزاهر الجموعي يقدم لكم إحدى حلقات التشريع المدرسي بمعية أخيه وزميله الأستاذ منصور معروف سالم، بارك الله فيه مشكور. بادئ ببدء، أبدأ بالإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحت لنا في الأيام السابقة. السؤال الأول وهي نقطة تثبيت أو ما يسمى بنقطة الترسيم. نقطة تثبيت لا علاقة لها لا بترقية أو بحركة، هذه النقطة هي مؤشر النجاح أو رسوب وتنتهي مهمتها في اليوم الأول من الترسيم، تصادق عليها اللجنة وتنتهي مهمة هذه النقطة. أما نقطة التفتيش وهي نقطة تقييمية يقدمها السيد المفتش إلى الأستاذ خلال زيارته التقويمية، وهي التي تحسب في الحركة وفي الترقية. كذلك سؤال واحد آخر، العودة من الاستداع. العودة من الاستداع، ويجب على الأستاذ لما تنتهي مدة الاستداع أن يقدم طلبا إلى الوصاية يثبت فيه نيته بالعودة، ثم يعود إلى العمل في المكان الموجود وليس المكان الذي كان فيه. بعد ذلك أو في السنة المقبلة يسمح له أن يشارك في الحركة. سؤال ثاني أو ثالث أو رابع، تكملة النصاب باللغة الفرنسية. تكملة النصاب باللغة الفرنسية هي يجب أن يكمل المعلم أو الأستاذ التكملة، أو مثلا مطالب بتدريس لخمسة أفواش، يدرس أربعة أفواش في المدرسة الأصلية ويكمل الفوج الخامس في مدرسة مجاورة، ويحبذ أن يكون القسم الذي يكمله في المدرسة الأخرى يكون مثلا قسم سنة ثالثة. كذلك بالنسبة لدعم البيداغوجي لتلاميذ السنة الخامسة أيام العطل، هذا جاء عليه منشور ويجب أن نطبق هذا المنشور، ومطالب السيد الأستاذ المكلف بالسنة الخامسة هو الذي يقوم بتقديم الدعم، لأنه يعرف الاختلالات ويعرف مستوى تلاميذه ويحضرهم إلى الموعد المنتظر وهو امتحان السنة الانتقال السنة الأولى متوسط، ويكون في الأسبوع الأول من كل عطلة، عطلة الشتاء وعطلة الربيع. سؤال واحد آخر خاص باللجان متساوية الأعضاء. اللجان متساوية الأعضاء هي لجنة إدارية تنبثق من المعلمين وتمثل كل إطار ممثل بخمسة أعضاء، خمسة من ممثل المعلمين وخمسة ممثلي الإدارة. هذه اللجنة لا داعي للشرح، هذه اللجنة مهمتها الحضور أو المشاركة في الترقية، المشاركة في الحركة، والمشاركة في مجالس التأديبية. بالنسبة للعطل المرضية والأمومة للمتربصين، هذا السؤال طرح كثير. بالنسبة للعطل المرضية يستطيع الأستاذ أن يقدم طلب ويستفيد بعطلة مرضية أو للسيدة بعطلة أمومة، لكن لا يستفيد من التعويض في آنه لأنه لم يسدد لحد الآن. هناك معلمون لم يتقاضون أجورهم، كيف للضمان الاجتماعي أن يسدد لهم؟ يجب على الأقل ستة أشهر يستفيد المعلم من عطلته، سواء أستاذ يدي أمومة عطلة أمومة 98 يوم أو الأستاذ يدي عطلة مرضية لعشر أيام أو لشهر، ولكن لا يعوض بل يضع الملف في الإدارة ويؤشر ملف في ضمان اجتماعي ريثما يحين الأوان للتعويض. هذه بالنسبة للأسئلة المطروحة، وأتمنى أن أكون قد أجبت وقد أفدتكم، وأني دائما انتظار أسئلتكم، وليكن ذلك عن طريق اليوتيوب حتى تكون الإفادة أعم. هذه الأسئلة وصلت لي عن طريق الخاص،
ولكن تمنيت أن تكون في عن طريق اليوتيوب حتى يستفيد الجميع وتكون الفائدة عامة وشاملة. ومشكورين، بارك الله فيكم، في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا التشريع الذي نحن في حاجة ماسة إليه. سابقا وأن قدمنا 6 فيديوهات تكلمنا فيهم عن عدة مواضيع، وحلقة اليوم ستكون عن العطل، العطل الرسمية المقننة والعطل الخاصة والعطل المدفوعة الأجر.